نلا الفرضه ومن هذه ثبت اسحر اللي على يميننا. ندعو الاخوه في الهلال الاحمر في محافظه صنعاء ان ياتوا لانتشال جثث الحوثيين. هناك 43 جثه تلوث البلاد. تاريخ اليوم نحن تاريخ اليوم في 20 فبراير، يوم السبت 20 فبراير 2016. هذه الجثث هذه قد جافت. نحن ندعوهم اذا كان عند الحوثيين احترام للانسانيه وللادميه ان ياتوا لاخذ جثثهم.